بفضل الله سبحانه وتعالى بنراجع مواقف حياتنا كلها من اول لحظه حتى اللحظه اللي احنا فيها نجدها كلها محل افتخار وعز وشرف نرجو اجرها عند الله سبحانه وتعالى ونعتز بيها ويعني مش لا نندم بل نفتخر ونضعها في سجل الشرف بفضل الله سبحانه وتعالى. كل لحظة وكل قرار أخذناه وكل موقف بفضل الله سبحانه وتعالى وقفناه. لا أنا مش بفضل كل بشر له أخطاء، مفيش بشر ملوش أخطاء، لنا أخطاء وتعلمنا الكثير مما حدث بفضل الله سبحانه وتعالى، وربنا يعد لهذه الأمة عشان نتعلم هذه الدروس حتى لا تتكرر مرة تانية حين وضعنا ثقتنا في من لا يستحق من أشخاص ومن أجهزة كانت هي المؤامرة على هذا الوطن وعلى هذه الأمة وكانت أداة طعن الأعداء في هذا الوطن ومنع حريته واستقلاله. أكبر خطأ أخطأناه هو أن وضعنا ثقتنا في من لا يستحق من أشخاص وأجهزة، وبالتالي مش فكرة الانقلاب وإن احنا في السجن، احنا سعداء بما قدره الله سبحانه وتعالى.